السابعة مساء بتوقيت العاصمة. مشاهدينا أهلا بكم. البداية بالعناوين. اللواء 13 والقوات المساندة لا تسيطر على قاعدة براك الشاطئ الجوية، والقوة الثالثة تنفي وجود هدنة مع ميليشيات بالنايل. استمرار القصف المدفعي والجوي على منطقة وسط البلاد بمدينة بنغازي. شورى مجاهدي درنا يدعو لتفعيل القضاء والعمل بالقوانين المعدلة بالمدينة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال مصدر عسكري من داخل اللواء 13 أن اللواء تمكن من السيطرة على قاعدة براك الشاطئ العسكرية منذ الساعات الأولى من صباح الخميس. المصدر أضاف قائلا أن قوة تابعة للواء 13 دخلت إلى القاعدة وغنمت العديد من الأسلحة والذخائر المختلفة دون أن تتكبد أي خسائر تذكر. يشار إلى أن ميليشيات المدعو بالنايل كانت تتخذ من قاعدة براك الشاطئ العسكرية مركزا لقيادة عملياتها في الجنوب منذ ما يقارب العام. من جانبه أكد مدير مكتب الإعلام بالقوة الثالثة محمد قلوان سيطرة اللواء 13 المكلف بحماية الجنوب والقوات المساندة لها على قاعدة براك الشاطئ ومحيطها بالكامل. مدير مكتب الإعلام أكد للتناصح وقوع مجموعة من الأسرى التابعين لميليشيات الكرامة بين أيديهم، مؤكدا بأن التعامل معهم سيتم وفقا للقوانين النافذة بالدولة الليبية، موضحا في الوقت ذاته أن اللواء 13 هو لواء يضم كافة القوات العسكرية المتواجدة بالجنوب. كما نفى قلوان صحة ما يشاع من أخبار تتحدث عن هدنة بين قواتهم وميليشيات الكرامة. قلوان أكد للتناصح عدم توقيع اللواء 13 المكلف بحماية الجنوب على أي اتفاقية تنص على وقف إطلاق للنار مع ميليشيات الكرامة، موضحا أنه خلال السيطرة على قاعدة براك الشاطئ تم غنم العديد من الأسلحة والذخائر دون أن تتكبد قوات اللواء أي خسائر بشرية أو مادية. وأوضح قلوان أن من شروط الانضمام للواء العسكري 13 وجود الرقم الوطني وإثبات الجنسية الليبية. أفاد العقيد جمال التريكي أمير اللواء 13 أن الطيران الذي كان يدمر قاعدة تمنهند كان يخرج من قاعدة براك الشاطئ. التريكي في تصريح صحفي أوضح بأنهم لم يوقعوا أي هدنة مع الميليشيات التابعة للكرامة، مضيفا بأن قواتهم قامت الخميس بالتحرك ودحر المجموعات التي كانت بمحيط قاعدة تمنهند، مواصلة التقدم إلى أن تم تحرير قاعدة براك الشاطئ، مشيرا إلى سقوط عدد من القتلى التابعين لجماعات العدل والمساواة على حد قوله. قال الخبير العسكري رمضان زرموح أن قاعدة براك الشاطئ تعتبر قاعدة استراتيجية، وسلاح الجوي الذي يخرج منها يمكن أن يسيطر على الجنوب. زرموح في تصريح صحفي أوضح بأن قاعدة براك تشكل خطرا على تمنهند، وعن طريقها تم تدمير قاعدة تمنهند، مضيفا بأن السيطرة على القاعدة خطوة مهمة وتنفيذها في ساعات دون خسائر يعتبر نجاحا، مشيرا إلى أن اللواء 13 يتكون من أغلب المدن الليبية وهم عسكريون يحملون أرقاما عسكرية. ممتاز، نفذت فيه التكتيك العسكري. الآن اللي محتاجين هو مطاردة الفلول الهاربة بالسلاح الجوي أو بمدرعات سريعة حتى يتم القضاء عليهم وعدم عطائهم فرصة للرجوع مرة أخرى إلى القاعدة. القاعدة مهمة ويجب السيطرة عليها من وزارة الدفاع وإمداد هذه القوات الموجودة حاليا بكل الإمكانيات والسماح لها بأن تسيطر على المنطقة بالكامل. برضو المفاجأة كانت عملية مفاجأة، الاقتصاد في القوة ما كانش فيه خسائر، ما فيش اندفاع قوات القاعدة بكثرة، هذا يعتبر إنجاز عسكري ممتاز، نفذت فيه التكتيك العسكري. الآن اللي محتاجين هو مطاردة الفلول الهاربة بالسلاح الجوي أو بمدرعات سريعة حتى يتم القضاء عليهم وعدم عطائهم فرصة للرجوع مرة أخرى إلى القاعدة. القاعدة مهمة ويجب السيطرة عليها. وينضم إلينا مشاهدينا عبر الهاتف السيد محمد قلوان مدير مكتب إعلام القوة الثالثة المكلفة بحماية الجنوب. سيد قلوان أهلا وسهلا بك في السابع على التناصح. ما الذي حصل فجر اليوم قبل تحرير قاعدة براك الشاطئ؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
طبعا الجميع يعرف خطورة هذه القاعدة عندما تكون في أيدي الإعلامية مثل بن نايل وبعض العصابات، وهي تتفضل ترديد الإمارات وتدميرها كاملا مما قرر أفراد اللواء 18 بالدخول إلى القاعدة، وتمت عملية بنجاح ودخلت القوة إلى داخل القاعدة وأثرت من أثرت وغنمت بعض الغنائم من هذه القوة العسكرية. طيب، منذ متى انطلقت العمليات العسكرية صباح اليوم، وما هي المدة التي أخذتها عملية الاقتحام حتى تحرير قاعدة برك الشاطئ؟ والله هي ساعات، أعتقد أن الساعة 11 كانوا بقرب من القاعدة، وتم الدخول بالكامل إلى القاعدة من عدة محاور وتم السيطرة بالكامل عليها. وطبعا كان رد القوات المعادية أو قوات الكرامة بالرماية على قواتنا، وتم استهدافهم وتم قتل من قتل والدخول إلى القاعدة وتلغى الكم. طيب سيد قلوان، هل كانت المقاومة من قبل ميليشيات بن نايل عنيفة؟ طبيعي بتكون مقاومة، ولكن كانت تحصينات شبابنا، وأنا طبعا أهنيهم بهذا الانتصار، لأنه هو انتصار ليس هم في النهاية كل من يقاتل ليبي، ولكن أعتقد أن الطرف الآخر استطاع أن يتحن مع قوات أجنبية وبعض منهم مطلقة، وهذا يؤثر، واعتقد انه خطر حتى على الجنوب وعلى ليبيا بالكامل. طيب سيد قلوان، هناك انباء تتحدث عن وقوع العديد من الاسرى بين يدي اللواء 13 والقوات التي اقتحمت قاعده براك الشاطئ هذا اليوم، لو تحدثنا اكثر عن هذه المعلومات. بالنسبه للاسرى لا اعتقد انهم عدد كبير جدا، ولكن كل الاسرى اللي هم لدى قواتنا هم يعاملوا معاملة حسنة، ونحن لسنا مثل الكرامة ربما يتم دخوله إلى أماكن لطيفة جدا والمعاملة معاملة حسنة، ونحن سنعاملهم معاملة القانون الليبي ونعاملهم معاملة الجيش. طيب ماذا عن الإصابات في صفوف ميليشيات بن نايل، عدد القتلى وكذلك الجرحى، إن كانت تتوفر لديك أي معلومات حول هذا الأمر؟ والله معلومات كاملة لا ليس لدي كأعداد، ولكن أعتقد أنه عدد كبير جدا الذي تم قتله من داخل القاعدة، وإنهم من عدة مناطق، ومن أيضا بعض منهم هم ليسوا ليبيين. طيب هناك أيضا أنباء تتحدث عن مقتل ابن أخ محمد بن نايل. هذا أكده كل الأطراف حتى أننا في الجنوب أكدوه بأنه تم إصابته وقتله داخل هذه القوة، وحتى نثبت لان انهم ليسوا عسكريين وهم مجموعه شباب مغرر بهم، وقد دفع بهم بن نايل الى الموت، وهذا قد نصحنا به اكثر من مره، وحاولنا اعلاميا ان نتكلم ان هذا الهجوم على مطار تمهند لا يجني شيء، ربما يدمر المرافق في الجنوب وهي مدمره من السابق، فاعتقد انهم لم يستجيبوا لهذا النداء، ومن اضطر لهذه القوه بالدخول عسكريا وتحرير هذا المكان وتنظيفه من هذه البرسم. طيب سيد محمد، سؤال أخير، ما هو اللواء 13؟ لم نسمع به قبل هذا التحرك، كنا نعرف القوة 3 ونعرف القوة أيضا المقاتلة لثوار الجنوب والكتيبة 201 وغيرها، ما هو اللواء 13؟ هو اللواء 13 هذا لواء تم إصدار فيه قرار من وزير الدفاع بدخول كل من يحمل رقم وطني إلى هذا اللواء وكل العسكريين، وهو على استعداد لقبول كل من لديه الرغبة في حماية هذا الوطن، ونحن كقوة ثالثة انضمينا لهذا اللواء، وهو في اعتقادي بأنه لواء عسكري صرف، وهو سيوحد الجيش الليبي سواء كان في الجنوب أو في الغرب الليبي. نعم سيد محمد قلوان، مدير مكتب الإعلام بالقوة الثالثة المكلفة بحماية الجنوب، شكرا جزيلا لك. وينضم إلي أيضا عبر الهاتف عقيد طيار عادل عبد الكافي، الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي. بداية سيادة العقيد، أهلا وسهلا بك في السابعة. سامديك سيد مصطفى ومشاهدي قناة التناصح، حياك الله. بداية سيادة العقيد، تحرك مفاجئ ومربك للعدو نتيجته تحرير قاعدة براك الشاطئ الجوية، بالمقارنة مع استعراضات حفتر اليومين الماضيين، هل من المنطقي أن يخسر جيش نظامي معركة في خلال 7 ساعات فقط ويخسر فيها قاعدة جوية؟ طبعا بالنسبة لهذه العملية لم تكن مفاجأة، كان هنالك إعداد مسبق من قبل اللواء 13 المكون من قيادات عسكرية وأيضا قيادات الثوار،
التمييز الكامل لهذه العملية، كيف تكون عملية الاقتحام، نظرا ان طبعا الموقع وأهمية قاعدة تراك الشاطي كنقطة استراتيجية حقيقة في تواجد قوات معادية تشمل من عصابات العدل والمساواة وقوات تابعة للكرامة، وأيضا تلك المنطقة تحوي بعض البؤر التي بها تنظيم الدولة. فوضعت الخطة من قبل اللواء 13 بتحرير براك الشاطي ويتم السيطرة عليه حتى يمنع أي عمليات تنطلق من تلك القاعدة باتجاه قاعدة منهنت التمركز الحقيقي للواء 13. عموما طبعا خليفة حفتر كتعريجا على سؤال حضرتك، خليفة حفتر دائما ما كان يحاول أن يروج عبر وسائل الإعلامية أنه جيش وغيره ودعمه، وتم تقديم الدعم له من قبل بعض القنوات الخارجية حتى يظهر أنه يقود جيش وغيره. حتى عندما نجد الأوسمة التي يضعها على صدره يضع حوالي ما يقارب عن 36 وسام، مع أنه ظهر علينا في عام 2011 بست أوسمة فقط. لا أعرف حقيقة، سؤالي إلى خليفة حفتر، من أين أتى ب 30 وسام في هذه الفترة الزمنية؟ أيضا زي العسكري الذي يرتديه ليس من يعني الجيش الليبي، لا يرتدي مثل هذه الأزياء العسكرية وليست موجودة لدينا في الجيش الليبي. حقيقة هذا الشو الإعلام الذي يحاول دائما ما يظهر خليفة حفتر حتى يظلل به الرأي العام ويسيطر به. أيضا عدم تواجد عقيلة صالح بصفة القائد الأعلى أتصور أيضا هي رسالة خطيرة جدا إن انتبه إليها الجميع، كون عندما يبدأ الاستعراض العسكري يكون هنالك تلقي أوامر من القائد الأعلى حتى يتم إصدار الأوامر للكراديس العسكرية التي يحاولون أن يصدروها للمشهد لكي تقوم بالاستعراض العسكري. وهذه الجزئية طبعا خليفة حفتر لا يريدها، لأنه لا يقبل بأن يكون هنالك قيادة فوق رأسه، هو يريد أن يكون القائد الوحيد والذي يعطي الأوامر. فهذه تعتبر إهانة طبعا لعقيلة صالح في المقام الأول، وأيضا إهانة لكل من أيد العملية الكرامة، إن هذا الرجل لا يحترم مستويات القيادة. لو افترضنا جدلا أنهم قيادة وهم شرعيون ولديهم الشرعية مثل ما يحاول البعض حقيقة الكذب الإعلامي لإظهار أن مجلس النواب لديه الشرعية وخليفة حفتر لديه الشرعية. عموما دعنا نرجع سيادة العقيد إلى العمليات في المنطقة الجنوبية أخرى. وكان يوم الأمس قلنا نحن قوات الجيش هنا في المنطقة الغربية والوسطى والجنوبية وقوات الثوار تعمل بصمت من أجل حفظ واستقرار أمن الوطن، القضاء على البؤر الإرهابية وعلى المتمردين. طيب سيادة العقيد، خليفة حفتر دائما ما يتجه إلى الشو الإعلامي سواء كان هو على المستوى الشخصي أو البوق الإعلامي المصمم المسماري التابع للجنة الثورية لديه. طيب سيادة العقيد، العملية تم التخطيط لها، عملية اقتحام قاعدة براك الشاطي، لم نسمع لها تحضير مسبق لا في الإعلام ولا في وسائل التواصل الاجتماعي، حتى مقاتلي القوات لم يكن لديهم علم إلا ساعات الصباح الأولى أثناء تنفيذ العملية. ما تعليقك على مثل هذه الحرفية العالية والدقة وكذلك نجاح العملية المخطط لها؟ بالتأكيد هذا دليل قاطع وحاسم أن العمليات العسكرية يتم الإعداد لها في غرف العمليات بدون أن يكون هنالك تسريب لهذه المعلومات، لأن هذه عملية عسكرية تحتاج إلى التكتم الكامل ووضع الخطة ومن ثم إعطاء الأوامر للجنود وأيضا للضباط ولتشكيلات الثوار للانطلاق بعد وضع الخطة لتحقيق الهدف والسيطرة على هذا الموقع الذي يراد اقتحامه. فهذه منتبه الوضوح مثل ما قلناها منذ لحظات أن هذه القيادة العسكرية التي قامت بهذه العملية لديها الحرفية والمهنية العالية، رجال يعملون من أجل الوطن، رجال همهم الوطن في المقام الأول، لا يطمعون لأي مكاسب سياسية ولا مكاسب
مادية تواجدهم في الجنوب الليبي في ظل الإمكانيات المحدودة وعدم الدعم الذي دائما ما كانوا يناشدونه من قبل المجلس الرئاسي. هذا أيضا كان يسبب لهم إشكالية، ولكن مع ذلك أثروا مصلحة الوطن وإعلاء مصلحة الوطن والمواطن لتحقيق الأمن والاستقرار لليبيا. بالنسبة لتحقيق الاستقرار في المنطقة الجنوبية، هذا سيريح أهالي المنطقة الجنوبية من أي إشكاليات كإشكاليات الهجرة غير الشرعية وعصابات داعش وأيضا المتمردين التابعين لعمليه الكرامة، وسيحقق ويساهم بشكل كبير جدا في استقرار المنطقة الجنوبية. نعم. طيب، ما هو موقف حفتر حاليا بعد هذه الضربة وخسارته لتواجده في المنطقة الجنوبية؟ بالطبع ربما لن يسكت على هذا الأمر، فما هو التحرك المتوقع الذي ربما قد يقوم به حفتر؟ طبعا نحن نعلم قدرات هذا الرجل وإمكانياته العقلية والذهنية التي ترتبت عن فترة أسره في تشاد وأثرت على قواه العقلية، مما طبعا يدفع به أحيانا عدم التركيز وعدم التفكير الجيد نظرا للحالة الصحية التي مر بها في أبان فترة الأسر في تشاد أثناء معركة وادي الدوم. بالتأكيد هذا الرجل ستصيبه حالة من التخبط وأيضا من الهستيريا والتوتر، ربما سيتجه إلى القيام بأعمال استفزازية أخرى، محاولة إرسال بعض الطائرات لقصف الجفرة أو قصف بعض المواقع التي تستطيع بعض طائراته الوصول إلى أو مداها الوصول إلى بعض النقاط. سيحاول أن يرسل أيضا بعض التهديدات عبر منابره وأبواقه الإعلامية. الآن نجد إعلام الكرامة في حالة انهزام كامل وسكوت كامل. كنا نتمنى أن يكون هنالك وعي من أهالي المنطقة الشرقية ومن أبناء الوطن، وأن ينظروا ويعلوا مصلحة الوطن وعدم الزج بأبنائهم في 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 قتال وصراع، حتى لا يكون هنالك تحقيق لخارطة الدم التي يسعى حفتر إلى تحقيقها بزرع الحقد والضغينة والكره ما بين أبناء الوطن الواحد. زرع هذا الأمر في المنطقة الشرقية، يحاول أن يزرعه الآن في المنطقة الجنوبية، وسابقا حاول أن يزرعه في المنطقة الغربية، ولكن الحمد لله الأمور استقرت في المنطقة الغربية، والآن ستتجه المنطقة الجنوبية للاستقرار وتكون تحت سيطرة قوات الجيش والثوار الوطنيون الحقيقيون والشرفاء الحقيقيون. لذلك نتوقع ردات فعل هستيرية لدى هذا المعتو. سيقوم ربما مثل ما أشرت بعض محاولة الإغارة، محاولة تحريك بعض العناصر أو القوة المتواجدة في الموانئ النفطية. طيب. وهذا حقيقة ما أخشى أن تدور صراعات في تلك المنطقة، لأن هي منطقة حساسة جدا وهامة جدا واستراتيجية جدا لليبيا. طيب. ولذلك لابد أن يتم تحجيم هذا الرجل سياسيا وحتى الاستعانة بالقوانين الدولية. فقط لأن الوقت يداهمني سيادة العقيد العسكري الذي يقوده هذا الرجل، لأن الوقت يداهمني، سؤال أخير وبعجالة، كيف يتم المحافظة على النصر السريع الذي حققته ثوار المنطقة الجنوبية صباح هذا اليوم؟ التصور سيكون هنالك تمركز لبعض الطائرات القتالية التي تقوم بدورات استطلاعية، أيضا انتشار لبعض فرق الاستطلاع الأرضية، وتواجد قوات تستطيع رد أي محاولة هجوم. ولكن نقول الجناح العسكري لعملية الكرامة كسر وقطع في المنطقة الجنوبية. ربما بعض العصابات المتفرقة مدعومة بعناصر داعش هي التي ستحاول أن تقوم ببعض الغارات ما بين الحين والآخر لإحداث قلاقل، أي بمعنى استخدام القصف من مسافات بعيدة بعربة عربتين من الأسلحة المتوسطة التي لديهم أو الأسلحة الثقيلة التي ربما تم تخبئتها في مواقع متأخرة. هذه هي ربما الأعمال التي سيتجه إليها. ولكن أقول كقوة عسكرية لم يعد لدي قوة عسكرية، أهالي جنوب لابد أن يتكاتفوا مع اللواء 13 حتى يحققوا الاستقرار كامل في المنطقة الجنوبية. وأتصور هذا الاستقرار سيمتد إلى الجنوب حتى يتم تأمين وحماية حدود الوطن من أي عبث وعصابات الهجرة الشرعية. أشكرك جزيل الشكر عقيد طيار عادل عبد الكافي، الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي.
قال مصدر من ثوار بنغازي أنه دوعا حذرا يسود كافة محاور القتال مع استمرار قصف المدافع والطائرات التابعة لمجرم الحرب حفتر لكافة مناطق وسط البلاد منذ صباح الخميس. المصدر في تصريح خاص بالتناصح أكد توقف الاشتباكات واستمرار تحشيد ميليشيات حفتر بالقرب من فندق عمر الخيام وميدان الشجرة. يشار إلى أن ميليشيات ما يعرف بالكرامة المدعومة من الطيران الأجنبي حاولت التقدم أكثر من مرة تجاه وسط البلاد دون نتائج تذكر. من جهته قال مركز السرايا الذراع الإعلامي لمجلس شورى ثوار بنغازي أن طائرة حربية بدون طيار من نوع بريدتر شنت عدة غارات جوية على منطقة وسط البلاد صباح الأربعاء. الطائرة المساندة لميليشيات مجرم الحرب حفتر نفذت 4 غارات على مناطق الصابري وسوق الحوت مخلفة دمارا كبيرا في منازل المواطنين وعدم حدوث أي خسائر بشرية في المكان. يشار إلى أن الطيران الأجنبي المساند لحفتر لم يتوقف على استهداف منطقة وسط البلاد. قالت مصادر إعلامية مقربة مما يعرف بالكرامة أن أمير ميليشيات الصاعقة التابعة لما يعرف بالكرامة ونيس بوخمادة رفض استقالة المدعو محمود الورفلي. بوخمادة أعرب عن عدم تخليه عن الورفلي بعد أكثر من 2 عامين عملا فيها معا قائلا أنه قدم الكثير لميليشياته في مدينة بنغازي وفق قوله. يشار إلى أن الورفلي ظهر في مقاطع فيديو وهو ينفذ إعدامات بحق مدنيين عزل بلا سلاح في شوارع بنغازي بدون وجود أي أحكام قضائية. نقلت مصادر إعلامية مقربة مما يعرف بالكرامة قيام الحرس الشخصي التابع لمجرم الحرب حفتر بمنع رئيس بمنع رئيس البرلمان المنحل عقيل صالح من حضور العرض في توكرا. المصادر قالت ان مجموعة من الحرس الشخصي لحفتر والمكلف بحماية وتأمين الحفل اعترضت موكب عقيل صالح ومنعته من الدخول الى منصة الاحتفال وما سبب مشادة كلامية وشجارة ادت الى عودة صالح إلى وجهة غير معلومة. وأكدت المصادر مشاركة العديد من أعضاء مجلس النواب المنحل وسط غياب ملفت لعقيل صالح. قالت صحيفة العرب الجديد أن توجه مجرم الحرب حفتر للعمل السياسي وتركه لخيار الحسم العسكري تقف وراءه يقظة أهل بنغازي للدمار الذي تسبب به حفتر في حربه المستمرة على ثوار المدينة. الصحيفة في تقرير لها الخميس أوضحت أن تزايد الخسائر البشرية في حروب مجرم الحرب حفتر في الشرق والجنوب الليبي ستتسبب في انحسار وتراجع الدعم القبلي والشعبي لما يعرف بعملية الكرامة. وأشارت الصحيفة المصرية لأن مجرم الحرب حفتر لن يستطيع نقل عملياته العسكرية من المنطقة الشرقية إلى العاصمة خصوصا بعد فشل الذريع في معارك الجنوب وتفكك الميليشيات الموالية لها غرب العاصمة طرابلس.
كما نقلت صحيفة العرب الجديد عن مصادر لها أن روسيا ستقوم بمناورات عسكرية قبالة السواحل الليبية نهاية الشهر الجاري، وذلك بالتنسيق مع حكومة الثني والحكومة المقترحة. الصحيفة وعبر موقعها الرسمي أوضحت أن البرلمان المنحل بشرق البلاد والمجلس الرئاسي المقترح بالعاصمة طرابلس على علم بالمناورات التي ستجريها روسيا قبالة سواحل ليبيا غرب وشرق البلاد دون أن يشارك فيها. وكانت هيئة الطيران الأمريكية قد حذرت من قرب قيام سفن حربية روسية بتجارب صاروخية قرابة الساحل الليبي خلال شهر مايو الجاري. يبدو أن ونيس بوخمادة اقتنع قبل غيره من المحسوبين على عملية الكرامة المزعومة بوجود إرهاب في سرت بعد الانتصار الكبير الذي حققته قوات البنيان المرصوص على أعتى تنظيم تواجهه المنطقة، حتى جاءت تصريحاته عكس ما توقعه الكثير. لقد كشفت تصريحات آمر ميليشيات الصاعقة التابعة لما يعرف بالكرامة ونيس بوخمادة اللثام عن الكثير من التهم التي كانت توجه من قبل محسوبين على ما يسمى بعملية الكرامة لقوات البنيان المرصوص ونعتها بالقاعدة والإخوان، أشهرهم عراب عملية ما يعرف بالكرامة مجرم الحرب حفتر والناطق باسمها المدعو أحمد المسماري. يبدو أن ونيس بوخمادة اقتنع قبل غيره من المحسوبين على عملية الكرامة المزعومة بوجود إرهاب في سرت بعد الانتصار الكبير الذي حققته قوات البنيان المرصوص على أعتى تنظيم تواجهه المنطقة، وشهادات عدد من الدول والخبراء العسكريين لهذه القوات واعتبار ما حققته درسا عسكريا وتوجها جديدا في إدارة الحروب. ولكن اعترافه هذا لم يأتي على ما قامت به ميليشياتهم التي هربت من قاتلهم ويقاتلهم رجال البنيان المرصوص في ضواحي سرت وقبلها في وسطها. تصريحات بوخمادة تحرج ما يسمى بقوات الجيش الوطني عن الحديث، خاصة وإن العجز والهزيمة تلازم ميليشياتهم في بنغازي طيلة الفترة السابقة على الرغم من الدعم الأجنبي غير المحدود في كافة المجالات. ومدينة سرت لن تحرر لا بأمريكا ولا بالبنيان المرصوص، بل ستحرر القوات المسلحة العربية الليبية بهذه الطائرات وبهؤلاء الرجال. لقد أحرج ونيس بوخمادة كل من قال أن سرت لن تتحرر على يد البنيان المرصوص وعلى رأسهم الناطق باسم ميليشيات الكرامة، حينما اعتبر القوات المتواجدة في سرت قاعدة وإخوانا، متناسيا أنها جاءت من أغلب مناطق ليبيا، وهو بذلك يصف عموم البلاد بالقاعدة والإخوان، في حين لا يمثل هو ومن معه إلا نسبة قليلة من جملة الليبيين. تصريحات تعبر عن اقتناع بوخمادة بأن الكتائب المتواجدة في سرت ثوار يدافعون عن ليبيا وليس كما يصفهم حفتر ومن معه من المدعومين بالإعلام الإماراتي والمصري بالقاعدة والإخوان. ستحرج الكثير ممن يناصرون ميليشيات الكرامة، خاصة بعد النتائج التي تحققت على الأرض في فترة زمنية قصيرة، وفي المقابل نكبة الكرامة بعد 3 سنوات لم تحقق شيئا يذكر في أحياء من مدينة بنغازي. ولعل هذا هو الجواب الأمثل لمن يبحث عن نواة للجيش الليبي. قتل العنصر من ميليشيات ما يعرف بالكرامة حمدي بوزينوبا، وهو أحد عناصر السرية الثانية مشاة بمحور الساحل بمنطقة كرسا غربية درنا. مصدر من مدينة درنا كذا للتناصح أن بوزينوبا يعد من أبرز العناصر المحاصرين لمدينة درنا ومن الذين يمنعون المواطنين من إدخال المحروقات للمدينة. يشار إلى أن ميليشيات ما يعرف بالكرامة تفرض حصارا على مدينة درنا منذ فترة طويلة تجاوزت 12 شهرا. دعا مجلس شورى مجاهدي درنا كافة القضاة المؤهلين للعودة لممارسة مهامهم وأن يلتزموا بالقوانين المنقحة من قبل علماء دار الإفتاء الليبية. المجلس في بيان لها الخميس أكد أن مدينة درنا بكل مكوناتها الاجتماعية والإدارية والعسكرية ستعمل على توفير كافة الإمكانات اللازمة للقضاة
العمل على الأخذ على يد الخارجين على القانون. وأوضح المجلس أن هذا القرار يأتي للعمل على إقامة دولة المؤسسات والقانون التي تحفظ للبلاد استقلالها وتحفظها من المطامع الخارجية بحسب البيان. وافقت لجنة الستين المكلفة بصياغة الدستور الليبي بإجماع الحاضرين على اعتماد المقترح المعروف بالمقترح التوافقي للدستور بمدينة البيضاء صباح الخميس. اللجنة كانت قد تلقت مقترحات عديدة لصياغة الدستور الدائم للدولة الليبية من أعضاء اللجنة، منها دستور العام 51 وبعض المقترحات الأخرى. كان مقترح التوافق تحصل على إجمالية أصوات الحاضرين مقابل 9 أصوات لمقترح الدستور من أصل 35، في حين طالب عدد آخر بتأجيل التصويت. قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادي عمران إن لجنة التوافقات الدستورية أقرت عدة مقترحات لتعديل اللائحة الدستورية. عمران في تصريح صحفي الخميس أكدت أن هيئة صياغة الدستور بعد إدخال مقترحات فردية ومنها مقترح بالنظام الفيدرالي ومقترح بالنظام الملكي انتهت الأربعاء من عرض جميع المقترحات، وتمت المفاضلة عليها واختيار 35 عضوا على مقترح لجنة 9 على أنها المقترح الأساسي، مشيرة بأن الهيئة تعكف على اختيار آلية للتداول والتصويت على المقترح. أعلن مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي الأربعاء أن المجلس بصدد التحضير لإرسال بعثة وزارية إلى ليبيا خلال الشهر الجاري. شرقي في تصريح صحفي أكد أن مهمة هذا الوفد تتمثل في الإسهام لإيجاد حل للأزمة الليبية، مشددا في الوقت ذاته على التحذير من التدخل في الشؤون الداخلية الليبية. وأشار شرقي إلى أن الحل النهائي للأزمة لا يمكن أن يكون إلا من خلال الليبيين أنفسهم. كشفت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيدريكا موغريني عن استضافة الاتحاد الأوروبي لاجتماع اللجنة الرباعية للنظر في آخر المستجدات حول الملف الليبي في بلجيكا خلال 23 من الشهر الجاري. موغريني في تصريحات صحفية لها أكدت أن الاجتماع المزمع عقده بين اللجنة الرباعية المكونة من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية يهدف لتحقيق وساطة الأمم المتحدة والعمل الإقليمي، إضافة لمحاولة التنسيق من أجل المضي قدما في تحقيق الاستقرار في ليبيا. قالت شبكة فوكس نيوز الإخبارية أن الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب مدعوة إلى مراجعة موقفها من ليبيا. أضافت أن تحقيق الاستقرار في ليبيا من أولويات الأمن القومي الأمريكي سيكون بمثابة فوز للسياسة الخارجية الأمريكية. وأضافت فوكس نيوز في تقرير لها الأربعاء أن تحقيق الاستقرار في ليبيا يعطي إشارة قوية لروسيا بأن القيادة الأمريكية تعود وبقوة إلى الساحة الدولية. وكان الرئيس الأمريكي أوضح في تصريحات سابقة أن أولوياته حاليا في المنطقة محاربة ما يعرف بتنظيم الدولة فقط، ولم تفصح الإدارة الأمريكية بعد عن موقفها من مسار العملية السياسية في ليبيا. أزمة ارتفاع الأسعار في السوق الليبي ونقص السيولة النقدية تطل على الواجهة من جديد مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل، في ظل إصرار المسؤولين على إدارة الأزمة بذات السياسات الإجرائية. مع قرب حلول شهر رمضان المبارك يزداد الطلب على شراء المواد الغذائية، ومعه يبدأ مسلسل ارتفاع الأسعار المتكرر. الأزمة التي يعانيها المواطن الليبي اليوم لا شك هي الأشد في تاريخ ليبيا الحديث، فارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة أصبح يطال المواد الغذائية بدون استثناء، ولعل ذلك هو ما حدا المواطنين إلى التشكيك في لغة الطمأنة التي اعتمدها المسؤولون لمقاومة هذا الارتفاع. أسعار مرتفعة طبعا قبل شهر رمضان، الأسعار مش من في تناول المواطن، والله شو بنقول، السيولة في كل مكان، مصارف طبعا في السيولة ما فيش،
ونتمنى وفروا لنا سيولة المصارف، ونتمنى الناس المسؤولة تكون تسعى أسرع وقت في حل هذه الأزمة. تذمر وقلق وسط الشارع الليبي فيما يتعلق بتوفير الحاجيات الأساسية لأسرهم بسبب غلاء الأسعار ونقص السيولة في المصارف، الأمر الذي أدى ببعضهم إلى اللجوء لأساليب غير شرعية في اقتناء أموالهم النقدية. ويرى بعض المراقبين أن المشكلة ليست في وجود البضائع على الإطلاق، فكل شيء متوفر بكثرة، إنما تكمن المشكلة في قدرة الليبيين الشرائية، مؤكدين أنه على الرغم من تقهقرها إلا أن الأسعار لا زالت تحافظ على ارتفاعها، متهمين في الوقت ذاته المصرف المركزي بالفشل. وفي سياق متصل يتساءل بعض المواطنين عن غياب بعض السلع والبضائع المدعومة من قبل صندوق موازنة الأسعار عن بعض المدن والمناطق، بينما البضائع نفسها موجودة في المدن الكبرى. قصدي بضاعة مدعومة هي مناطق جت هنا جت بنوليين دواخل ما تجيش بضاعة مدعومة، بضاعة مدعومة في طرابلس زليطن مصراتة خمس باقي مناطق تانية خيرهم، نبي منه مسؤول يعني على بضاعة هي المدعومة، خير ما تكلموش في الإعلام، الإعلام خير ما تكلمش على البضاعة المدعومة اللي تجيها يومياً. إبراهيم يومياً تخش البضاعة مدعومة يومياً تخش، وين تمشي وين؟ تخبطات سياسية ونظام اقتصادي مترهل يعمق المشهد اليومي للمواطن الليبي الذي نهش لحمه فساد سياسي ومالي وآخر مصرفي، وبعد هذا كله يبقى المواطن الوحيد هو من يدفع فاتورة هذا التخبط. أقام مكتب النشاط المدرسي بمدرسة النور بمدينة درنا معارضا فنيا متنوعا بمناسبة انتهاء العام الدراسي بمشاركة فنانين في مجالات مختلفة وبحضور طلبة وأعضاء هيئة التدريس بمدارس المدينة. يضم المعرض أقساما للفنون التشكيلية والأعمال والمشغولات اليدوية وجناحا لعرض الصور الفوتوغرافية وقسما للتراث العربي والمقتنيات الأثرية. ويهدف المعرض بحسب القائمين عليه لإشراك التلاميذ من جميع المراحل الدراسية لإخراج من الواقع الذي تعيشه البلاد الذي أثر سلبا على تحصيلهم العلمي والنفسي. أقيم هذا المعرض الختامي لمكتب النشاط المدرسي للمدارس على مستوى درنا بعد ما أقيم معرض في مدينة البيضاء على مستوى ليبيا، شاركت فيه عدة مدارس من مدينة درنا للعمل على نجاح الطالب من ناحية فنية في ظل الظروف الصعبة التي تمر به البلاد. ختام السابعة تذكير بأبرز ما ورد فيها. اللواء 13 والقوات المساندة لا تسيطر على قاعدة براك الشاطئ الجوية، والقوة 3 تنفي وجود هدنة مع ميليشيات بن نايل. استمرار القصف المدفعي والجوي على منطقة وسط البلاد بمدينة بنغازي. وشورى مجاهدي درنا يدعو لتفعيل القضاء والعمل بالقوانين المعدلة بالمدينة. وتابعتم أيضا في السابعة في درنا إقامة معرض فني بمناسبة انتهاء العام الدراسي. إلى هنا مشاهدينا تكون السابعة قد اكتملت. قدمنا لكم من قناة التناصح، شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.